الحديث الساعة هو مارونغو رحيم. كان الحديث على عرض ديال الشارقة، ربما تعطلت المفاوضات. واش فعلا يعني هاد اللاعبين المتلمسير يعني مستعد انهم يصرحهم؟ واش كاين عروض؟ شنو اللي يجرى في هاد اللعب؟ انا بحيث انا اللي نقدر نقول لك الان دابا في هاد اللحظة هذه في هاد الساعة ما كاين حتى شي عقد اللي هو مع اي فريق. فيما يخص مالونغو انا نطرح السؤال للجميع وما يعطوني الاجوبه ديالهم ونبغي مشاوره مع الجمهور. مالونغو دابا 3 شهور غادي يمشي بلا ما نشدو فيه حتى فرانك، ما غادي نشدو فيه والو. مالونغو مالونغو دابا يمكن الرجاء تشد فيه وبالتعاون باش كذلك هذا المستقبل ديال الرجاء يكون احسن، لانه الهدف ديالي هو انه الرئاسه الجايه او المكتب الجديد يلقى الرجاء في واحد الوضعيه اللي ما لقيتهاش فيها هنا، اللي كانت كارثيه، يلقاها في وضعيه احسن. انا تنهيئ المستقبل ديال الرجاء. فأوضح السؤال لانه كاينين العروض، الناس بغاو مالونغو، ولكن خصكم تعرفوا انه واخا ربحنا لا كوب راه هاد الفلوس ديالها نص مشاو للمدرب اللي كانت معاه نزاع محمد فخير، وتالا ربحنا كاس العرب راه ماشي غدا غادي يعطونا فلوس، راه غادي يعطيونا 3 شهور ولا شهور. الا بغيت نفك راسي دابا خصني يكون عندي واحد نخلص النزاعات، نزيد في سميتو زنيتي او لاعبين اخرين اللي باغينهم، خصني نجيب انتدابات خصاص. ولكن الى ما يكون هذا الشيء الا ما كان دابا في هذا الشهر هذا باش يمكن ليا يكون عندي على الاقل واحد جوج المليار باش يمكن ليا نقد الرجاء، باش يمكن ليا تلعب تخوض الاطوار الافريقيه، ويمكن ليا ندير تعاقدات وانتدابات ونكمل مع اللاعبين اللي حنا محتاجين بهم. فهذا السؤال نطرح الان، انا باقي الان أفكر واش نخلي مالونغو تحت مسؤولية جسيمة وكبيرة كمسؤول أول وأخير، نخلي مالونغو لعب به كأس الإفريقي اسمح لي كأس محمد السادس، واش نربحوه ولا ما نربحوش؟ نتمنى الله أن نربحوه، غنديروا الجهد ديالنا باش نربحوه. كان مالونغو ولا ما كانش مالونغو، خاصة الكأس يتربح. فالسؤال موضوع وباقي الموضوع لانه باقي ما لقيت ليهش الحل، او نخليو الرجاء ما تدير لا انتدابات لا تشارك في الكؤوس المقبله، وانا كنظن ماشي هذا هو الانجح.